مهندس احمد فكري محمود، مركز شبكه معلومات جامعه اسيوط. يا ريت حضراتكم لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناه عشان يصلكم منا كل جديد. سنشرح في هذا الفيديو ان شاء الله كيفيه تغيير اسم الادمن وتغيير اسم السايت او الموقع في ويندوز سيرفر 2016. طبعا عندنا هنا حضراتكم اليوزر اسمه ادمنستريتور، عايزين نغيره مثلا نخليه احمد عشان يبقى اسمه سهل شويه. بس هندخل بكلمه السر بتاعت الادمنستريتور لتغيير اسم الادمنستريتور. نتبع الخطوات الاتيه: من قائمه تولز هنختار اكتف دايركتري يوزرز اند كمبيوترز. هتظهر نافذه حضراتكم هتلاقي الدومين اللي احنا عملناه قبل كده اسمه فكري دوت كوم. اسفل الدومين فكري دوت كوم احدد يوزرز. هيظهر لحضراتكم اليوزر اللي اسمه ادمنستريتور، اعمل كليك يمين عليه واختار بروبرتيز. هتظهر نافذه، من هذه النافذه احدد التبويب اللي اسمه اكونت. واجي هنا حضراتكم اغير كلمه الادمنستريتور، اكتب مكانها احمد وكده اضغط عليه اوكي. وكده حضراتكم لما اجي ادخل على هذا السيرفر بدل ما اكتب ادمنستريتور اكتب احمد. لتغيير اسم السايت حضراتكم من قائمه تولز اختار اكتف دايركتري سايتس اند سيرفيسز. هتظهر نافذه مكتوب هنا حضراتكم ديفولت فيرست سايت نيم، ده الاسم الافتراضي بتاع السايت. طبعا حضراتكم اسم السايت غالبا بيكون على اسم البلد او المدينه الموجود فيها السيرفر. عشان اغير اسم حضراتكم اعمل كليك يمين عليه واختار الامر رينيم. هنفترض ان الكمبيوتر موجود في اسيوط فنسميه اسيوط سايت. وبكده اضغط انتر. وبكده حضراتكم غيرنا اسم السايت الى اسيوط سايت، وغيرنا اسم الادمن اللي هو ادمنستريتور سميناه احمد. لتجربه الدخول بالاسم الجديد للادمنستريتور اعمل ساين اوت. طبعا هنا لو كتبت الباسورد بتاعت الادمنستريتور وضغط انتر، طبعا قال لي ذا باسورد از انكوريكت تراي اجين، عشان احنا اصلا حضراتكم غيرنا اسم الادمنستريتور. وهنا بيجيب لي اخر يوزر دخلت بيه على السيرفر. طب اضغط اوكي. وكده هضغط من هنا اذر يوزرز. واجي هنا حضراتكم اكتب ايه احمد، ده الاسم الجديد للادمنستريتور، واكتب الباسورد. وكده اضغط انتر. لو عملت ساين اوت مرة اخرى هلاقي حضراتكم هنا فكري علامة باك سلاش احمد، يبقى هنا اصبح اسم اليوزر اسمه احمد. اكتب كلمة السر مرة اخرى. وبذلك نكون قد تعلمنا كيفية تغيير اسم الموقع الى اسيوط سايت، واسم اليوزر اللي هو الادمنستريتور خليناه احمد، عشان يبقى لما اجي ادخل حضراتكم تبقى العمليه سهله شويه. بدل ما اكتب كلمه ادمنستريتور كامله اكتب احمد بس. في الفيديو القادم ان شاء الله هتعلم كيفيه عمل اديشنال دومين كنترولر. اتمنى ان يكون الشرح واضح ومفهوم. نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.